صرخة موحدة أطلقها نواب كسروان في وقفة ضد التلوث. لن نقبل بعد 2020 بتشغيل معمل الذوق الحراري على الفيول. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع رؤساء بلديات ومخاتير وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية وفي حضور ناشطين بيئيين. نحن بنعتبر هال4000 طن فيول لازم وفينا تقنيا يتحولوا بأقل من سنة لغاز بطريقتين على القليلة، أو الغاز المضغوط من مصر أو الغاز السائل من العالم كله. بس إذا ما بينعمل بسنة هلأ بصفر، في أوقات بصفر تكلفة. عندنا مشاريع فيها نحلها في كسروان اليوم، الوزارة إذا بتقرر أنه تبل تعتبرها أولوية بأقل من سنة بيكون في عندنا غاز، بنكون عم نوفر على كهرباء لبنان مصاري. ولكن هذا كله مش مهم، الأهم أنه أبناء أولادنا، أغلى شيء عنا بحياتنا أماتنا وبياتنا وعيالنا، منكون عم ننقذهم من موت الرحيم. عنا فرصة اليوم أنه في لجنة وزارية رح تتابع قصة الكهرباء بشكل واسع. أول شغلة بدنا إياها أنه بال2020 ما يكون في معمل بالذوق على فيول. هذه أول شغلة بدنا إياها. شغلة الحكومة تدبر حالها بهذا الموضوع، لأنه ما بقى فيها الناس تحمل. أنا موجه سؤال للحكومة بالفترة المرأت، وعندنا يوم الأربعاء 27 الشهر، إذا بدكم جلسة أسئلة بالمجلس النيابي. لو صاروا بخطة الكهرباء كنا وفرنا كتير من المعاناة على أهلنا بالزوق وبكسروان، وكانت معاملنا بالمنطقة نموذجية، وكنا خففنا حقيقة الأمراض والتلوث يلي سببتهم الحسابات الضيقة. ندعي الجميع إلى تبني سقافة النور وعدم النظر إلى ملف الكهرباء من منظار مصلحي، وعدم العرقلة فقط لمنع التيار من تحقيق هالإنجاز. الناس حقيقة بقاش بدها حكي. أهل كسروان وأهل لبنان كلهم تعبوا منا كسياسيين، صار بدهم فعل، ونحن علينا لاحق تنعمل فعل. في عنا شعور بأنه مسألة البيئة بكسروان ومسألة بث السموم الناتجة عن انبعاثات الكهرباء المصانع، الدولة المركزية والحكومة منا اخدتها بهالقد جدية. يعني الهم رايح أكتر باتجاه كيف بدنا نأمن كهرباء 24/24، وكيف بدنا نبني مصانع جديدة. نواب كسروان الفتوح أكدوا أيضا رفضهم أي محاولة لاتهامهم بأنهم يريدون إقفال معمل ذوق، معلنين تأييدهم المزيد من التأهيل لمصنع ذوق وتحديثه والوصول إلى 24 ساعة كهرباء، لكن ليس على حساب صحة المواطنين.